وللمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين والمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني دعنا نتحدث عن الاتفاقيات أو المكاسب التي حصلت عليها مصر من خلال هذه المبادرة، مبادرة الحزام والطريق. طبعا يعني يمكن الجانب الصيني مهتم جدا بتلك المبادرة وبيضعها على أولوياته التنموية الأخيرة على الإطلاق. يأتي دور مصر طبعا، يعني أن تعتبر مصر محور هام جدا في مبادرة الحزام والطريق، خاصة في الطريق البحري، لأن عندنا لدينا في مصر قناة السويس، هو محور عالمي ومنطقة اقتصادية عالمية تسعى كل الدول وعلى رأسها الصين أنها تستثمر فيه. وبناء عليه احنا كما هو معروف ان الصين هتستثمر في المرافق وفي البنية التحتية اللي في مصر، اذا كان هذا سوف يقدم على حجم التجارة الخاصة بها، لان كما هو معروف ان الصين هي اكبر مصدر وثاني اكبر مستورد في العالم، وبناء عليه بتستخدم كل الطرق وكل امكانياتها المادية من شركات وخبرة وتكنولوجيا ان هي تدعم التجارة العالمية، لان كلما زادت التجارة العالمية كان الجانب الصيني هو اكثر جانب مستفيد. وهنا نتحدث يعني على مدى الاستفادة التي ممكن تجنيها من مصر في التعاون مع الجانب الصيني. طبعا يعني عندما نتحدث عن الصين يجب أن ندرك أنها قوة عظمى بنوع الأرقام، هي كما أن العلاقات الاقتصادية مع الصين، دائما الرئيس الصيني شي جين بينغ يشجع شركاته أنها تستثمر في مصر. الشركات الصينية أو الشركات الصينية من الشركات التي يعني لا تبخل على الدول النامية بالتكنولوجيا، فهي توطن الصناعات وتضخ لك استثمارات كبيرة وتستثمر عندك في قطاعات معينة، يعني دائما مصر تحتاجها زي الاستثمار في مجال الطاقة والاستثمار في مجال الصناعي، بحكم انها الصين اكبر منتج صناعي في العالم. الصين منفردة بتنتج 22% من الانتاج الصناعي في العالم، يعني عدد كبير من المشاريع. يمكن احنا المتتبع للزيارة النهاردة هيلاقي ان يعني ابتدى وزارة الانتاج الحربي وقعت اتفاقية مع الجانب الصيني ان هو سوف يتم عمل مصنع وانتاج خطوط انتاج الاتوبيسات الكهربائية والسيارات الكهربائية، ده صناعة جديدة احنا كنا محتاجينها في مصر، خاصة ان العالم يتجه للسيارات الكهربائية وان الطلب على السيارات الكهربائية في زيادة مستمرة، في حين ان الطلب على السيارات الاخرى العادية التي تستخدم المحروقات بتنخفض، فطبعا دي تكنولوجيا مهمة جدا انت محتاجها. ايضا كان اشار الرئيس السيسي النهاردة لانه يعني مصر بجانب ان هي اصبحت مركز اقليمي للطاقة، فهي في نفس الوقت سوف نسعى للتصنيع الكامل لتلك السيارات. بالفعل ايضا بالتصنيع الكامل لتلك السيارات، خاصة ان احنا يعني في الاتفاقية مع الجانب الصيني في صناعة السيارات الكهربائية، يعني انت بتوصل لمكون محلي اكثر من 40%، تقترب من 50% او 45%، وهذا مؤشر ايجابي. طبعا احنا الدور علينا ان اذا كانت تلك الشركات توطن التكنولوجيا في مصر، ان احنا نستخدم البحث العلمي والفنيين والمهندسين المصريين والعلماء المصريين، ان احنا نطور من تلك الصناعة ولا نقف على الجزء اللي احنا خدناه من الصين. ايضا قد اشار استاذ الرئيس اليوم ان يعني سوف يجعل من مصر بجوار انها مركز اقليمي للطاقة، انها يعني سوف تصبح مركز اقليمي لنقل البيانات والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه طبعا نقطة مهمة جدا. يعني كما هو معروف ان مصر يعني يمر بها اكثر من 17 كابل من الكابلات التي بتنقل النت في العالم. قناة السويس هي ليس فقط ممر بحري ولوجستي، ولكن ايضا يمر منها كابلات الانترنت اللي بتنقل النت بين دول العالم. مصر يعني قناة السويس ممر معلوماتي هام جدا، وهنا يمكن الاشاره ان احنا مصر سوف تقتحم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستفيده من موقعها الجغرافي الخطوط البحريه اللي بتنقل الانترنت وبتنقل الاتصالات، اكثر من 95% من حجم الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات في العالم بيكون عن طريق الكابلات البحريه اللي بتكون في قاع البحار والمحيطات. فهنا يعني انت بتنقل مصر نقله كبيره جدا يعني في هذا المجال المتخصص جدا اللي احنا في اكثر الحاجه اليه. فاذا يعني يمكن في مجالات كثير وعده للتعامل بين الجانب المصري والجانب الصيني، خاصة ان مجالات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، هذه مجالات جديدة مستحدثة بتوفر فرص عمل
جديده للشباب، وقد اشارت يعني ودي كل تلك النشاطات مرتبطه بالاقتصاد الرقمي. ويمكن كان يعني المتتبع لمنتدى ديفوس الاقتصادي خاصه نسخه 2017 اشارت الى ان يعني الاقتصاد الرقمي سيشهد طفره، هيعمل طفره وهيوفر ما يقرب من 2 مليون فرصه عمل جديده، وايضا سوف تندثر يعني في وظائف سوف تندثر ما يقرب من 7 مليون وظيفه سوف تندثر. لذلك يجب ان مصر يعني اذا كنا لم نقم بشكل اختياري فسوف ياتي علينا الوقت ونتجه بشكل اجباري للتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. نعم دكتور طارق، يعني دعنا نتحدث ايضا عن اللقاءات التي جرت خلال هذا المنتدى من نخبه من مجتمع رجال الاعمال الصينيين، برايك ما اهميه هذه اللقاءات وكيف ستساعد في جذب العديد من الاستثمارات داخل مصر؟ طبعا يعني في هو تجمع كبير من الدول الكبرى اللي بتساهم في تلك المبادره. يعني الصين تتمتع بامكانيات ماليه وتكنولوجيه كبيره، بناء على تلك الامكانيات جذبت ويعني ونالت استحسان كثير من دول العالم يعني ودول كبرى ايضا. وكان على هامش المبادره ايضا كان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رؤساء الدول الاخرى زي الرئيس رئيس الروسي ورئيس النمسا ورئيس وزراء ايطاليا. وبالظبط بالفعل ان دي كل تلك الدول تسعى انها تكون جزء من تلك المبادره الهامه جدا، حتى اذا كانت في تخوفات من يكون يعني المبادره دي جزء من يعني يكون اتساع للنفوذ الصيني. يمكن الصين يعني واجهت تلك المخاوف ان هي دعت ان هي او قالت ان هي تتعهد بان هو من الدول المشاركه في تلك المبادره اللي طبعا منهم مصر. على فكره مصر تعتبر من اهم 10 دول في تلك المبادره، ان هي هتستورد من تلك الدول ب 2 تريليون دولار خلال 5 سنين، فده طبعا بتفتح المجال لكل الدول اللي معاها في المبادره ان هي تصدر للصين. وهذه نقطه مهمه اخرى، الصين يعني وجود السيد الرئيس هناك في الصين وان هو التقى مع عدد من رجال الاعمال والشركات الصينيه، فهذا كله يعني بنعكس على بالايجاب على الاقتصاد المصري، ان هو بيشجع الشركات الصينيه انها تيجي وتستثمر في مصر والدافع بعجله الاقتصاد المصري في الفتره الحاليه. طبعا بالفعل احنا بالذات اللي في وسط لاستراتيجيه التنميه المستدامه 2030 بتسعى الدوله المصريه في الفتره الاخيره ان هي توسع القاعده الصناعيه الاتجاه نحو الصناعه والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي. ده كله ده من ضمن توجهات الحديثه للدوله المصريه. نعم دكتور كريم، يعني ايضا الرئيس الصيني اشاد بجهود مصر لتحقيق التنميه وفتح المجال امام الشركات الصينيه للاستثمار بشكل افضل، برايك ماذا يحمل ذلك من رسائل؟ طبعا يعني في اهتمام وظاهر جدا من القياده الصينيه والرئيس الصيني شي جين بينج بالرئيس المصري، ان طبعا احنا هنا بنقول يعني ماذا تريد الصين من مصر؟ الصين تبحث عن شريك كبير واستراتيجي في المنطقه، ولن تجد من هو افضل من مصر ان يقوم بهذه الشراكه الاستراتيجيه. بالفعل لما تتوقعه مصر من موقع جغرافي ممتاز، وايضا مصر لاعب اقليمي بامتياز، وليس فقط الصين التي يعني تريد ان تتمثل بمصر كرئيس كحليف وشريك استراتيجي، ولكن اغلب الدول الكبرى. يعني اذا كانت الصين دائما وابدا بتدعو مصر في كل المنتديات والمبادرات والفعاليات اللي بتقوم بيها الصين، زي مثلا ان الرئيس المصري حضر احتفالات مصر في الصين وحضر اجتماعات البريكس، وكانت مصر داخله من ضمن اليه بريكس بلس، وايضا اجتماعات مجموعه ال20 في الصين في بكين ومنتدى والعديد من المحافل الدوليه. بالفعل وعديد من المحافل الدوليه الصين دائما تدعم مصر، لذلك هي متمسكه بمصر كشريك استراتيجي في المنطقه، كما ان مصر رئيسه الاتحاد الافريقي فهي النافذه وهي البوابه لباقي الدول الافريقيه. مصر موقعه عدد كبير من اتفاقيات التجاره مع اغلب دول العالم، سواء مع الاتحاد الاوروبي شراكه الاورو متوسطيه او مع الدول الافريقيه منطقه التجاره الحره الافريقيه الكبرى، وايضا مع دول امريكا الجنوبيه منطقه التجاره الحره مع المركسور، وايضا نحن داخلين في مفاوضات. يعني انت بالمناسبه كان الاسبوع ده المفاوضات مع منطقه التجاره الحره الاوراسي مع الاتحاد الاوراسي، والصين يعني في مفاوضات ايضا بين الصين وبين هذا الاتحاد ان هي ممكن تخش الصين الاتحاد الاوراسي. فانت هنا لو الصين دخلت ومصر ايضا في داخل مفاوضات ان تخش هذا الاتحاد، فانت بتتكلم عن منطقه تجاره حره شامله مصر والصين وروسيا وارمينيا واذربيجان وبيلاروسيا، فيعني نشاط اقتصادي مكثف للقياده السياسيه المصريه، فده كله بيشجع الشركات الصينيه ان هي تيجي تستثمر في مصر
حتى تستفيد من العائد المرتفع على الاستثمار، تستفيد من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، تستفيد من منطقة قناة السويس، ان يعني الصين تسعى انها تستثمر من هذا الصرح الكبير بالضبط، ومن اللوجستيات ويعني منطقة الاقتصادية لقناة السويس دي تمتد 460 كيلو فيها 6 مواني. فاذا الصين يعني تريد ان تستثمر، بتديك قروض، بتيجي في شركاتها بقروض جاهزة باسعار فايدة مخفضة وطويلة الاجل، يعني دي فرصة للاقتصاد المصري وفرصة للاستثمار المصري. بما ان حضرتك تتحدث عن ان الصين تريد ان تستفيد من مصر، برأيك ايضا ان الرئيس السيسي اكد على حرص مصر على الاستفادة من التجربة الصينية في اطار السعي لتحقيق نهضة شاملة، برأيك كيف يمكن ان تستفيد بقى مصر من تجربة الصين لتحقيق هذه التنمية؟ طبعا يعني احنا قلنا مبادرة الحزام والطريق اذا كانت هي اهم مبادرة قامت بها الصين في اخر السنين الاخيرة، فهي كمان بتسعى انها تصدر النموذج التنموي الخاص بيها لباقي دول العالم. انا قلت الصين لا بتدخلش لا بتكنولوجيا ولا بتدخل بخدمات فنية ولا تدريب. فطبعا يعني احنا الاستفادة من التجربة الصينية بتكون متمثلة في ان هو يعني انت بتيجي الشركات الصينية عندك وبتيجي بتقول لك خبرتها في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، في مجال بناء محطات الطاقة. يعني احنا لو تحدثنا نشوف ان يعني الشركات الصينية الصين هي اللي قامت بعمل محطة جبل عتاء، محطة جبل عتاء هي محطة توليد وتخزين للكهرباء، يمكن البعض لا يعلم او الجميع لا يعلم انها محطة تخزين كهرباء بتستخدم لتخزين الكهرباء، ده تكنولوجيا جديدة غير موجودة عندنا في مصر. ايضا شاركت في محطة الطاقة الشمسية في بمبان، بتبني مدينة صناعية، عملت مدينة متخصصة في الملابس والمنسوجات في مدينة السادات، وبناء اكثر من 600 مصنع. يعني انت بتتكلم على نشاطات كثيرة، انت كلما فتحت المجال للصين فهي لديها القدرة انها تستثمر في كل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. الصين يعني شريك مهم واستراتيجي لمصر. انت حتى حجم التجارة بينك وبين الصين في حال الزيادة مستمرة، يعني احنا حجم التجارة بيننا وبين الصين تقريبا 14 مليار دولار، احنا بنستورد منهم ب 12 مليار دولار، وده مبلغ كبير، ده ممكن يفتح المجال للشركات الصينية اللي انت تيجي وتصنع في مصر وتكفي السوق المحلي، لانك انت يعني انت مدعوم، انت بتستورد منهم بمبالغ كبيرة، فده معناه انك عندك السوق، يعني الطلب بتاعه جاهز على 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 هذه السلع اللي انت بتستوردها. فهنا بتقوم الدوله المصريه بمسمى استراتيجيه الاحلال محل الواردات، انك انت في سلع بالفعل انت بتستوردها من دوله ما، فممكن تستخدم شركات تلك الدوله ان هي تيجي تصنع في مصر وتغطي السوق المحلي، وايضا الفائده يتم تصديره للخارج مستفيده من الاستقطابات التجاريه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا على كل تلك المعلومات والتفاصيل.